باسم جمعيه الصحافه والتواصل بخريبكا جينا كنلبيو النداء ديال سيدنا وكنشاركوا المواطنين في هذه الحمله التبرعيه للدم، وكنتمناو من ان جميع المواطنين يلتحقوا ويعطيو الدم ويلبيو النداء حتى هما، لان هادشي في مصلحه الاطفال والمرضى، كانوا مسنين او كانوا شبابا. لهذا انا كان من هذا المنبر كنقول للناس باش يلتحقوا بالمستشفى الحسن الثاني ويعطيو الدم. وكنشكروا التغطيه اللي قام بها الاخ سكومه عن الجريده الالكترونيه خريبكا 24 اللي دائما في قلب الحدث ودائما كيكون السباق لهذا الاحداث هذه، وكنتمنى له التوفيق والنجاح في مسيرته الاعلاميه.